عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة كورة سبورت، أهلا وسهلا بيكم في كل مكان. في البداية ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى في الكومنتات، وكمان اطلع دوس لايك للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق النادي الأهلي. ويلا بينا على بركة الرحمن نبدأ أخبار النهاردة، واللي كالعادة بنبدأها من داخل النادي الأهلي. خلاص الحمد لله سلبية المسحة الطبية للاعيبة النادي الأهلي قبل مواجهة الترجي اللي كانت بتشرف عليها لجنة خاصة من الاتحاد الأفريقي، كمان وصول معدات وأدوات تقنية الفار إلى تونس، وغدا إن شاء الله الساعة 3 العصر هتكون تجربة للتقنية بحضور حكام المباراة على ملعب رادس. كمان بالنسبة للمباراة بقى، ونتكلم شوية كده عن مباراة النادي الأهلي والترجي، بصراحة خطوة جديدة لصناعة إنجاز جديد يتسجل باسم كل لاعبي النادي الأهلي في صفحات التاريخ. مباراة مش سهلة، ولكن كلنا ثقة في أبطال البطولة التاسعة، كملوا بإذن الله في طريقكم لتحقيق أحلامكم وأحلام جمهور الملايين من جمهور النادي الأهلي. كل جماهير النادي الأهلي بتساند لاعبي النادي الأهلي، ملايين منتظرهم بالعودة بنتيجة وأداء يفتخروا به، وتثبتوا للجميع أنكم جيل بطولات، جيل يستحق ارتداء تيشيرت كبير زي تيشيرت النادي الاهلي. العبوا بروح النادي الاهلي، وكل الدعم ليكم الابطال، كمان بذكريات ليلة ام درمان في السودان، وبذكريات الصعود على حساب صن داونز في من قلب بريتوريا في جنوب افريقيا، وكمان بذكريات نهائي 2012 بقلب رادس والفوز على الترجي التونسي باللقب، وكمان بذكريات التغلب على الوداد في كازابلانكا بروح الفلنة الحمراء وعزيمة الرجال. هنجيب بإذن الرحمن الصعود من ملعب رادس يا لعيبة النادي الأهلي عشان خاطر نريح نفسنا لمباراة العودة. كمان بالنسبة لوليد سليمان، المباريات المصرية دي اللي زي مباراة نادي الترجي دائما بتحتاج عنصر الخبرة لحسمها، ومش هتلاقي أحسن من لاعب خبرة زي وليد سليمان للمهمة دي. دائما وليد سليمان تألق أمام نادي الترجي ونهائي رادس 2012 خير مثيل، وهو اللي يشهد على الكلام ده. واثقين في وليد سليمان إنه هو هيكون ليه دور كبير جدا سواء داخل الملعب أو خارجه من داخل غرفة خلع الملابس. وليد سليمان تواجده مع بعثة النادي الأهلي في تونس هتكون دفعة قوية كبيرة جدا للاعيبة النادي الأهلي. طيب تعال نروح لمدحت شلبي وهو بيتكلم على ان بعد الهجوم الشرس اللي تعرض ليه نادي الزمالك وقناة نادي الزمالك بعد الإعلان عن فتح حساب للنادي لقبول التبرعات من جانب الجماهير، مدحت شلبي جاب خطاب للكابتن محمود الخطيب. كلام الكابتن محمود الخطيب سابقا لما النادي الأهلي كان بيوضع حجر الأساس لإستاد النادي الأهلي الجديد اللي بيتم إنشائه حاليا، الكابتن محمود الخطيب فعلا ساعتها قال إن أنا مش قلقان على تمويل الإستاد وبناء الإستاد، لأن جماهير النادي الأهلي بتحب النادي وإنها نفسها إنها تخدم النادي، وكل الجماهير هتتبرع لبناء إستاد النادي الأهلي الجديد. فمدحت شلبي بيستشهد بكلمة الكابتن محمود الخطيب في هذا الأمر، وبيقول إن ده أمر طبيعي جدا إن الفرقة تطلب من جماهيرها إنها تتبرع للنادي عشان خاطر النادي بيمر بأزمة طاحنة، أزمة مالية كبيرة جدا زي ما حصل داخل نادي الزمالك. طيب ردي على مدحت شلبي، أنا دلوقتي كواحد من جماهير النادي الأهلي لما اجي اتبرع او حتى اعتبرني ان انا من نادي الزمالك، لما اجي اتبرع للنادي بتاعي اللي انا بحبه وبشجعه من صغر سني، اتبرع عشان خاطر حاجة مفيدة، مش اتبرع عشان خاطر اجدد للاعب، اتبرع عشان خاطر النادي مش عشان خاطر لاعب ولا اسم لاعب، حتى لو اللاعب ده مين، لو اسطورة النادي بتاعي عاوز يجدد وطالب مبلغ معين والنادي مفيش امكانيه ان هو يدفع المبلغ ده للاعب، لا اقول له مع السلامه، اتفضل الباب يفوت جمل، امشي واحنا مش عاوزينك، والنادي اللي عملك هيقدر يعمل 10 غيرك، النادي مش هيقف على حد. واحد زي فيرجيني ساسي ده هيلعب في الملاعب، هيأدي في الملاعب كام سنه تاني، 5 7 10 سنين تاني، بعد كده هيبطل. اصل هو فيرجيني ساسي لو هو
صاحب الكرة مش هيقعد في الملاعب يلعب اكتر من سن الثمانية وتلاتين، ولا حتى لو وصل للاربعين مش هيكمل، هو هيجيب اخره خلاص، فمش هيكمل تاني مع النادي. فانا اروح اتبرع، انا راجل مرتبي 2000 جنيه، اروح اتبرع للاعب عاوز ياخد 55 مليون جنيه؟ طب احنا جماهير النادي الاهلي، لما الكابتن محمود الخطيب قال انا واثق في جماهير النادي الاهلي ان هم هيتبرعوا لبناء الاستاد، احنا بنتبرع للنادي عشان خاطر هنبني استاد جديد للنادي الاهلي، بدل ما النادي يفضل يتأجر في استادات للمباريات، لا احنا نبني استاد من فلوس الجماهير، زي ما حصل في استاد الاسماعيلية، واستاد الاسماعيلية اتبنى من فلوس جماهير نادي الاسماعيلي وجماهير مدينة الاسماعيلية. فاحنا ندفع فلوس عشان خاطر نبني استاد، مش عشان خاطر نجدد لأي لاعب داخل النادي. طيب تعال نروح بالنسبة لكرة الطايرة، وبعد كده هنقول أخبار النادي الأهلي. الطايرة، وده شأن غريب في السوشيال ميديا النهاردة، يعني قبل كده كنا بنشوف في مباريات النادي الأهلي والاتحاد السكندري في كرة السلة دايما كل صفحات السوشيال ميديا، وكمان على قنوات التلفزيون دايما بينقلوا الأخبار بتاعت مباريات السلة بين الأهلي والاتحاد. ولكن النهاردة عشان خاطر في كرة الطايرة، وإن النادي الأهلي هو اللي كسب نادي الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر في كرة الطايرة، فاز على الاتحاد 3-0، 3 أشواط لا شيء، فالسوشيال ميديا كلها والصفحات بتاعت صفحات السوشيال ميديا أو قنوات التلفزيون ما نقلتش أي خبر عن فوز النادي الأهلي ورجالة النادي الأهلي لكرة الطايرة على الاتحاد السكندري، والوصول للمباراة النهائية لملاقات نادي الزمالك الغريم التقليدي، أو حتى بلاش كلمة الغريم التقليدي، لأن نادي الزمالك طبعا دايما دايما احنا بناكل على قفا نادي الزمالك عيش في كرة الطايرة وكل الألعاب، وهيلاعب نادي الزمالك إن شاء الله يوم الجمعة القادم. كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم كده في آخر مران النهاردة عن أجواء المباراة بقى، و حماس لاعبي النادي الاهلي لمباراه الترجي، وقال ان بالتاكيد اننا بنعيش اجواء من التركيز الشديد ونسعى لتحقيق نتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب هنا في رادس، وتساعدنا بقى في لقاء العوده، والجميع هنا في النادي الاهلي يدرك اهميه المباراه لانها تمثل خطوه مهمه في مشوار النادي الاهلي للمباراه النهائيه والحفاظ كمان على اللقب الافريقي، وكمان التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي. كمان بقى بالنسبة لشأن حضور الجماهير في مباراة نادي الترجي في تونس، الترجي خلاص حصل على موافقة رسمية من الكاف بحضور 5000 مشجع في مباراة النادي الأهلي. كمان النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب طلب من الكاف الموافقة على حضور الجماهير في مواجهة الإياب، في بموافقة على حضور الجماهير في المباراة، والنادي الأهلي أرسل للجهات المعنية هنا في مصر خطاب رسمي يتضمن كافة البيانات الخاصة بالمباراة، وكمان سعة استاد النادي الأهلي والسلام اللي هيستضيف المباراة، وطلب كابتن محمود الخطيب بقى طلب رسميا حضور 20,000 متفرج في مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي. كمان من الأشياء الغريبة اللي كلما تحصل في مصر، نادي بيراميدز اللي هو نادي شمعنا بقى لازم يساوي نفسه او يطلع راس براس مع النادي الاهلي في اي بيان النادي الاهلي يعلنه، او حتى اي طلب النادي الاهلي يكون متواجد فيه، لازم نادي بيراميدز يقول لك اشمعنا انا ما اكونش زي النادي الاهلي. اتمنى يكون بيراميدز زي النادي الاهلي في البطولات، ولكن ده استحالة يحصل، لان مفيش فريق او لاعب بيلعب من اجل الفلوس فهيجيب بطولات، ده شيء مستحيل جدا جدا. نادي بيراميدز خاطب وزارة الرياضة واتحاد الكرة من اجل الحصول على موافقته بحضور الجماهير في مباراة الرجاء المغربي هنا اللي هتكون في مصر في ملعب الدفاع الجوي. صراحة شيء غريب، يعني نادي بيراميدز لو عنده ربع جنيه تفكير، لو مسؤول نادي بيراميدز عندهم بربع جنيه تفكير كده في عقلهم، مش هيطلبوا الطلب الغريب ده، لان مفيش جماهير بتشجع نادي بيراميدز.
يعني انت كده بتطلب حضور جماهير، ما كده جماهير الرجاء هي اللي هتيجي تحضر المباراة وهتشجع فريقها. يعني المباراة هتكون هنا في أرضك، فهتلاقي الجماهير بدل ما هي معاك هتلاقيها ضدك، يعني هتلاقي جماهير الرجاء هي اللي حاضرة المباراة وانت أساسا مالكش جماهير عشان خاطر تطلب حضور جماهير في المباراة. كمان الكاف في خطاب رسمي يخطر جميع الاتحادات بمنع أي نادي، ركزوا بقى في الجملة اللي جاية دي، بمنع أي نادي لديه نزاعات مالية مع لاعبيه أو مدربيه الحاليين أو حتى السابقين أو صادر ضده أي أحكام من قبل الفيفا من المشاركة في المسابقتين اللي هم دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم القادم. يعني كده في ظل حدوث الكثير والكثير من القضايا على نادي الزمالك وفي كذا لاعب أو كذا مدرب زي باتشيكو بيهدد برفع أو تصعيد الأمور للفيفا وشكوى نادي الزمالك، فبكده 100% لو ظلت الأمور كما هي نادي الزمالك مش هيشارك في أي بطولة أفريقية قادمة. حليني بقى لحد ما نادي الزمالك يسدد الفلوس اللي عليه.